بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قاعد اسوي تجارب على الاي بوكسي او الريزن اللي يقولون الريزن، وهذه التجربه الثانيه، ما هي التجربه الاولى. التجربه الاولى فاشله لكن هذه التجربه الثانية نوعا ما إن شاء الله ناجحة. طبعا يبي له وجه هنا، هذا كله يعطى وجه عشان تسكر حدود هذه، برضه وجه شفاف يعني علشان عبارة عن صينية. هذه ثانية، صينية ثانية كنت مسوية، كنت أبيع خشب لكن حفرتها وسويت بها. طبعا يبي له صنفرة عشان تبين اللون. هنا ما هو معطي نفس اللون اللي يعني اللون، اقصد اللي بالكاميرا ما هي معطية نفس اللون الحقيقي، لكن يعني على كل حال تجربة. استخدمت الايبوكسي والوان وهذول البودرة اللي هي هذه بودرة، الحريم يحب انها اللي بوه الاصفر. انا لو عليه بقيت على الخشب، بس شو نسوي بهم. برضو هالالوان هذه الاصفر ما استخدمته. التجربة الأولى فاشلة جدا، أوريكم إياها الحين. هذه التجربة الأولى، هنا نجحت الأزرق اللي تحت اللي بين الخشب وكذا، هذا نجح تمام من أحسن ما يكون، بس حطيت طبقة ثانية شفافة من ناحية، هذا عيلة يجف يعني. شوف هنا عيلة يجف، طبعا هالحين له هذا تقريبا مدة طويلة، عيلة يجف، ما أدري وش القصة. الجنب هذا تقريبا هذا كله عيلة يجف، وش القصة ما أدري، ليش ما جف ما أعلم. وهنا طبعا فيه فقاعات عيت تروح، يمكن طريقة خلطي بالدريل وبقوة، يمكن هي اللي سببت المشكلة. ظهر عندي مشكلة ثانية هنا، هذا انشطب. شوف هذا كده صنفت عنده، قمت الصبح لقيته منشطب على طول اخشبه. وش اللي صار ما ادري. عموما التجربة هذه فاشلة جدا. وعلى كل حال كل طقة بتعليمه. هذه المعصة ما ركض طبعا، لا رجلين ولا هذه ولا ذي. التجربة كلها كانت فاشلة. التجربة نشوف المشكلة، اني ما يعني ما عرفت وش وين المشكلة. شوف هنا مدة طويلة عيلة ينشف. طبعا طلعت عقب ما يسنا، طلعت بالشمس عقب ما يسنا، خلاص ناوي ارميها. تجربة. أتمنى إذا أحد عنده خلفية عن مشكلة هذا عدم الجفاف، يليت يعلمن، يليت يكتب لي على بالردود وش اللي صار معي. شكرا لكم.